مرحبا جميعا، كيفكم؟ يا رب تكونوا طيبين. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد، واليوم رح نلعب لعبة بيكا اكس دي جايز. بما انه اجا ايميل جديد فاكيد لازم اوريكم الايميل. بس جايز قبل ما اوريكم الايميل خلونا نلعب بيكا اكس دي شوي. فحابة انه العب باركور لانه حاسب ملل، فخلونا نجرب هذا الباركور. اوكي من هون يبدأ. ويلا نبلش. تشيك بوينت، حلو، واضح سهل. ما اعرف بعدين بيبقى سهل او لا. اوكي جايز، حلو. اوه هون شوي صعب. حلو، نايس جايز. لساته سهل حاليا، ما ادري بعدين اذا رح يبقى سهل. اعتقد انه هذا الماب مشهور بس هذه اول مرة اجربه. نايس، لساته سهل اصلا، اسهل من السهولة. اوه ليش رجعاني من البداية؟ ما اخذت تشيك بوينت، ممكن ما اخذت. اوكي اخذت الحين تمام. اخذته. اوكي جايز، حلو. الحين وصلت لتبع الأرقام، لتبع الثلج. حلو، نايس. بصراحة مو ذاك الصعوبة، حتى في اللابتوب أحس سهل. سقط مرة ثانية. لا اوه ماي جاد، هون صعب جدا، بدا يصير شيء اصغر. اوكي هون كبير، حلو سهل هون. اوه ماي جاد، نايس. اوكي سقطت مرة تانية. اوه رجعنا على الاولى مرة تانية، ليش؟ لما اخسر بيرجعون على تشيك بوينت قبله. هون شوية صعب. او ماي جاد جايز. اوكي حلو، رجعنا تبع الايس كريم. سقطت. او ماي جاد ليش تعب كذا؟ انا ما ارضى، حاغش شوي. وين وصلت؟ هذا كله كملته صحيح. هون انا وصلت، نكمل. حلو، نو واي. هون كان كتير صعب جايز. او رجعوني. بغش شوي عشان الفيديو ما يطول عليكم. اوكي اكمل من هون، بس عطوني تشيك بوينت. نو هون مرة مقادرة. اوكي حلو. او ماي جاد، حاسة هون صعب. يلا نعديها. حلو، او ماي جاد
نايس، كم باقي؟ اوه خلصنا تقريبا. يس خلصنا، شوي تيك بوينت. اوه طيرتنا، واو من فوق مرة حلو. ضايفين كتير اشياء. الماب يجنن حرفيا. اوكي خلونا نجلس هون وابدأ اعطيكم الايميل. بصراحة هو الايميل كان قصير شوي وما فهمته 100%، بس حابة انه اوريكم الحين. اوكي جايز، الحين راح اطلع الايميل. اوكي جايز يلا نترجمه ونقرا. اول اشي كالعادة يقولون هاي السايكو جيمين. كان صباحا هادئا، كنت مع الشاي وفي مكان مفضل بالمنزل أشاهد برنامجي المفضل حياة الآخرين. لا يوجد تلفاز في منزلي ولا أفهم حقا لماذا يحبونه الناس، لأن كل شيء مجرد عمل. أحب القيل والقال الحقيقي الذي تم الحصول عليه من نظرة خاطفة جيدة في النافذة وأحيانا حتى المناظر. تقصد انه برنامجها المفضل هي بتنظر على الناس من النافذة عشان تعرف اخبارهم وكذا، ما عندها تلفاز وما تدري ليش الناس يحبون التلفاز. يلا نكمل. هاي الصورة الاولى تبع جوسب جير. الحين نترجم. النقطة المهمة هي انني رأيت العالم يمر. تقصد العالم تبع المختبر، العالم تبع بيك اكس دي. قد لا يبدو ذلك غريبا بالنسبة لك، لكن كانت دعوة للاستيقاظ بالنسبة لي منذ أن فتحت البوابة وظهرت الشهب لأول مرة. لم أراه يرتاح أو يغادر الشاطئ، لدي نظرة مفادئها أنه ينام في العوامات. تقصد أنه ما كانت تشوفها من فترة كبيرة وكان موجود بس في الشاطئ، تعتقد انه كان ينام في العوامات. بالطبع كنت بحاجة الى المزيد من التحقق. لاحظت انه مر بالمنزل بسرعة وخرج بكتاب وركب دراجته وذهب مباشرة الى الذكاء الاصطناعي. شافته انه خرج من منزله واخذ كتاب من وراح للذكاء الاصطناعي. حسستني انه التحديث حيكون عن الذكاء الاصطناعي، ما بعرف. كان علي ان اكون حذرا جدا من انه لم يراني. بعد كل شيء انه واحد من الاشخاص الذين لا يحبون اخباري بالاشياء. لهذا السبب اضطررت الى قطع شوط طويل حول الجزيرة لافقده الطريق، ولم اقترب الا عندما انتهت القيل والقال. كانت بتراقبة لانه اذا شافها هو من الاشخاص اللي ما يحبون يعطوها الاخبار. فيب خلونا نكمل. عندما غادر العالم بدأ الذكاء الاصطناعي متحمسا جدا، مما جعلني أكثر فضولا. لذلك قمت بإعداد كاميرا خفية في الساحة وتركتها تصور طوال الليل على أمل أن يقول الذكاء الاصطناعي شيئا لصديقه الآلي عن الأخبار. قالت إن هي حطت كاميرا عشان الذكاء الاصطناعي يخبر الروبوت إذا في أخبار جديدة. النتيجة شاهدت 12 ساعة دون انقطاع من دوران الذكاء الاصطناعي والروبوت يدعو الجميع الى مطاردة البيت. كنت على وشك التخلي عن الامل في ان اجد اي شيء حتى استفاد الذكاء الاصطناعي من لحظة لم يكن فيها احد موجودا للتعليق عن الموضوع. بدأ بالقول انه متحمس جدا للاخبار وسأل عما اذا كان الروبوت يرغب في معرفة ذلك. من هنا لديه أخبار جيدة وأخبار سيئة. الروبوت عرف أخبارين، أن الخبر السار وأن الروبوت هو قيله وأراد أن يعرف كل شيء. ما فهمت صراحة إيش قصدهم فيه، بس الأخبار السيئة هي أن بطاريات الكاميرا الخاصة بي نفذت قبل بدء القيل والقال مباشرة. سأستمر في التحقيق وإذا سمعت أي أخبار سآتي وأخبرك. أوكي اللي فهمته أنه الروبوت لقط شيء
من التسريبات الجديدة، بس لما لقطوا الكاميرا خلصت شحنت فما عرفت ايش الباقي، فبننتظر الايميل الجاي عشان نعرف ايش الاخبار الجديدة. يب جايز، وهذا هو كان الايميل. ما فهمت كثير، بس يتكلم عن الذكاء الاصطناعي وعن العالم. اعتقد انه العالم حيضيف اشياء جديدة او هيك شيء، والله ما ادري. فيب جايز، هو هذا كان فيديو اليوم. لا تنسوا تحطوا لايك اند شير اند سبسكرايب، وبشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.